عنابة أو بونا عندما يعانق البر البحر، فتستحق لقب جوهرة الشرق الجزائري والمتوسط. ولاية بطول شريط ساحلي يفوق 80 كيلومتر، به 27 شاطئا، بالإضافة للعديد من المؤهلات السياحية تجعلها قبلة للزوار والمصطافين في هذا الموسم. الولاية تتوفر على 46 مؤسسة فندقية بطاقة إجمالية تبلغ 4774 سرير، تساهم في استقبال وراحة المصطافين. سيضاف إليها إن شاء الله فندقان جديدان سيدخلان الخدمة هذه الأيام بطاقة إجمالية 380 سرير، ونسجل أيضا 92 مشروع سياحي وفندقي على مستوى الولاية. السحر الذي يميز شواطئها ونقاء مياه بحرها، بالإضافة للإجراءات المتعلقة بمجانية دخول الشواطئ، زادت من الإقبال المبكر عليها وجعلتها وجهة يقصدها الجميع من أجل الراحة والاستجمام. أنا جيت البارح أخويا البارح العشية، والله بيت أنا شفت البحر أخويا هنايا، الجدارمية كاينين، الحماية المدنية، يعني متوفر كل شيء أخويا. والله الله يبارك في الخير، هم ويتهلاو في الإنسان هكا يقعد براني. أنا ستين غروند فيل وباهيه ياسر، وعندها دي بلاج ملاح ياسر، من بينهم لا بلاج تاع شطيبي، عندها مير بي او موند جو بونس. مرحبا بكم تولي زالجيريان مام لي زيترونجي، مرحبا بهم. عنابة بلاد مضيافه. الاجراءات المتعلقه بالاستثمار في مجال السياحه خلقت جوا تنافسيا مكن من تنويع الانشطه الترفيهيه الشاطئيه ورفع من نوعيه الخدمات المقدمه. Centre d'éveil, bon, demeuré à la Snin, donc selon les normes internationales, où les chedmo le spa d'éveil chériquet, معناتها عالميه, يخدموا معناتها les centres de remise en forme, في à travers tout le monde, donc في Tunis, في Angleterre, في المغرب, في مصر, donc هذا باش يكون إن شاء الله من أكبر le centre spa في الجزائر, en termes de surface, en termes de qualité de service. في ولاية عنابة معالم سياحية عديدة وأخرى تاريخية، من بينها كنيسة القديس أغسطين ومنارة الرأس الأحمر، كما تتميز أيضا بسياحة جبلية وبيئية خاصة بأعالي سيرايدي، أين يمارس هؤلاء رياضة مظلة المنحدر بالنظر لارتفاعها الذي فاق 1000 متر. Sirayde, c'est un terrain de jeu idéal pour les sports de plein air. Parce que vu la situation, il y a des gens qui sont en train de se faire juste à côté. La nature est vierge. Il y a des gens qui sont en train de se faire des randonnées, des gens qui sont en train de se faire des plongées, des apnées, des gens qui sont en train de se faire. وبغية الترويج لهذه المناطق وأخرى، قافلة الإعلام لصيف هذا الموسم تحط رحلها بالولاية في إطار التعريف بمختلف الوجهات السياحية لولاية الشرق الجزائرية. الهدف من هذه القافلة هو الترويج والتعريف والتحسيس بالوجهة السياحية الجزائرية، بالإضافة إلى التعريف يعني بالساحل الجزائري الذي تسخر به الجزائر. هي إذن طبيعة عذراء وشواطئ ذهبية وتنوع سياحي بامتياز يفتح ذراعيه للملايين من السياح، وكأنه ينادي هلم لعنابة.